السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم الفرنش توست الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ينفع فطار الصبح، تحفة بجد، وحاجة وهمية كده وسريعة خالص خالص لو هنعملها بتوست جاهز. لو هنعملها زي ما انا عملتها كده بالبريوش او الخبز بتاع البريوش الفرنساوي عشان نعمل الطريقة على اصولها، يبقى ايه، هتاخد معايا وقت كده حبة صغيرين، بس برضو الموضوع كله ما بياخدش وقت خالص، وبتطلع في الاخر النتيجة سهلة وسريعة وجميلة جدا، وكلها عناصر مفيدة جدا ممكن نأكلها لأطفالنا واحنا مطمنين. دلوقتي انا بحط عليه عسل، تقدر نحط عليه اي حاجة انتي بتحبيها، مربى نرش عليه سكر بودرة، شوكولاتة، يعني زي ما انتي تحبي. الموضوع خالص يعني ايه، متروك للي يعني للي بتفضله. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي البريوش. هنحط الدقيق، انا استخدمت 750 جرام دقيق على 20 جرام خميرة او باكوين زي ما انتم شايفين كده. حطيت السكر، المقادير كلها برضو انا سايباها في صندوق الوصفة عشان ترجعوا لها بعد الوصفة، وقلبت المكونات الجافة كده بايدي، وبعدين حطيت شوية لبن، وبعدين هحط الست بيضات بتوعي. هبدأ اقلب كده وابدأ اعجن فيه، واحط اللبن حبة حبة لحد ما العجينة تلم معايا، وعجنها كويس جدا 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 عشان تبقى طرية وسهلة التشكيل. بعد كده تشكيلها سهل خالص خالص ومش بياخد وقت. هبدأ احط اللبن بتاعي واكمل عجن لحد ما تلم معايا. العجينة في الاخر مش بتلم تماما، هي بتبقى فيها نسبة تشبيطة كده، هي المفروض بتبقى كده عشان يبقى طري معاكي وما يبقاش مقلحف. فانا بحط بحط الزبده كده واحده واحده، وبعدين اكمل بحط الزبده بعد ما اخلص عجن خالص. دي اخر حاجه بتضاف، الزبده بدرجه حراره الغرفه، ببدا اعجن كده فيها واحده واحده لحد ما العجينه تلم معايا. ما بتلمش تماما زي ما قلنا، هي هيكون فيها نسبه تشبيط، وانا عايزاها كده مشبطه، مش عايزاها تبقى بصوا زي ما انتم شايفين كده. انا كده هسيبها على وضعها ده، بص التشبيطه، هسيبها تقريبا ساعتين تخمر، وبعد الساعتين بعد ما تخمر خالص هحطها في التلاجة تقريبا 4 ساعات او 3 ساعات على الاقل، او ابيتها ليلة كاملة في التلاجة. طبعا لما بتدخل التلاجة بتخمر برضو، بتكمل خمران. يعني انا بعد ساعتين تخمير بطلعها افضي الهواء اللي فيها، وبعدين ادخلها تاني 4 ساعات في التلاجة، وبعد كده بطلعها ابدأ اشتغل فيها زي ما انتوا شايفين كده. بفردها وبجيب قالب بتاع توست، او يعني اي قالب مستطيل معايا يديني الشكل ده، بس يكون اوسع من اللي انا اشتغلت بيه ده شوية. يعني دي تقريبا ممكن تاخد تتحط على قالبين، لان لو حطيتيها في قالب ضيق هتفور منك وهتطلع شوية برا الصاج زي ما حصل مني. فانا عايزة ان انتوا تتلافوا هذا العطل الفظيع وما تطلعش مني حاجة خالص برا القالب. فانا دلوقتي هحطها كده، لو لقيته ان هي محطوطه في القالب يا دوبك زي ما انتم شايفين كده واخده مساحه القالب كلها، يبقى هي القالب غير مناسب وانتم محتاجين حاجه اوسع، او محتاجين على الاقل تاخدوا جزء من العجين، او يعني تظبطوها بحيث ان يبقى معاكي مساحه كافيه، ان هي لان هي هتكبر تاني في الفرن وهتعلى تاني جدا في الفرن، فانتي محتاجه ان انتي عشان ما تضيعيش حاجه وحاجه تقع بره او كده. هنا انا بططتها وعملتها وحطيت شويه زبيب، وبعدين هسيبها تخمر تاني قبل ما تدخل الفرن عشان تعلى تاني وتاخد حجمها كده، وبعد كده هحطها في الفرن. طبعا هي الخمرانه التانيه دي هتخمر بسرعه، مش هتاخد وقت خالص، ده بعد ما خمرت. بصوا قبت ازاي وخدت حجمها، المفروض ان هي تبقى داخله الفرن قلع عن كده، يعني ما تبقاش واخده المساحه دي كلها، لان زي ما قلت لكم انا خرج مني جزء كبير بره، وده ما كانش صح. يعني كان المفروض استخدم قالب اوسع او اخد شويه من العجين جزء كبير منها. بدهنها كده ببيضايه وشويه لبن عشان الزفاره، وبعد كده هكون مسخنه الفرن كويس جدا،
وبعدين هدخله لحد ما يحمر معايا، واخرجه اساوي الاطراف لو طلع حاجه منبعجه او كده عشان يطلع شكله مظبوط معايا. ممكن اقشر الوجه الخارجي او الجناب زي ما تحبوا وبعدين اقطعه على شكل التوست بتاعي، وهبدا اظبطه بقى عشان يتعمل طريقه الفرنش توست. طبعا الطريقه اللي انا هعملها بتاعه الفرنش توست ممكن تتعمل من غير عيش البريوش ده خالص، انت ممكن تجيبي التوست جاهز، بس انا شايفه ان هو طعمه كده بيبقى ريتش اكتر، طعمه كويس جدا واظبط واقرب للي بيتباع بره عن ما تعمليه بالتوست الجاهز بتاع الريتش باك او اي توست جاهز يعني، لان هو في بره هما بيعملوا التوست عندهم فما بيعملوهوش توست كعيش، لا هما بيعملوه بيبقى عيش اللي هو البريوش ده الفرنساوي، فبيطلع طعمه حلو وما تحسيش ان انتي بتاكلي عيش خالص. هنا هجهز الخلطة، حطيت كوباية لبن مع بيضاية مع ذرة فانيليا ومعلقتين سكر وذرة قرفة خفيفة خالص عشان انا ما كنتش حابة تقلها يعني، لو انتي حابة تزودي مفيش مشكلة. طبعا المفروض نحطها في طبق اوسع من كده، انا بعد ما حطيته اكتشفت ان انا محتاجة حاجة اوسع عشان اقلب فيها، وكمان لما احط التوست. إيه لو عندك هاند بلندر يفضل ان انتي تعمليه تقلبيه بالهاند بلندر علشان يتقلب ويختلط كويس، لان زي ما انتم شايفين كده القرفة بتكلكع وبتستهبل، فايه احنا عايزين نخلص ونقلب الخليط بسرعة. هنا انا عملته خلاص، قلبته كويس وهبدأ اقلب فيه التوستات. انا مقطعاها تخينة لان انا لما دقتها بره كانت معمولة تخينة كده، ما كانتش رفيعة خالص زي سمك التوست اللي احنا بنشتريه متقطع بتاع ريتش باك الجاهز، فانا اكلتها كانت تخينة، كان طعمها بريوش جدا. الوصفة دي طالعة بالظبط تقريبا نفس الطعم اللي انا اكلته جهز، فعشان كده انا حابة اوصل لكم الوصفة بالظبط، ما حبيتش ان انا اعملها بتوست جاهز عشان ما يطلعش طعمه يعني مش زي اللي بيتعمل بره، انا عايزة اوصل للنتيجة اللي بتتعمل بره. بعد ما قلبناها كده وخليناها كلها تشرب من الخليط بتاعنا اللبن والقرفة والسكر والبيضة، هنسيح مربع زبدة مع نقطتين زيت عشان الزبدة ما تتحرقش لوحدها، وهنروح مفيش قرفة ازاي قلبتها بسرعة عشان لو حد عنده خلاص يا عصفور هنا عملت زوم زي ما هي بتحب، وهقلي فيها عشان يجهز ويبقى فيها سدر خلاص على الاكل. خلاص هنحط الزبده كده ونقطتين زيت عشان الزبده ما تتحرقش معايا. ما انت ما تحطيش ورك محمد بقى التوست، هنحطه لو حب ياكل يبقى ياكل مقلوب، وبعد كده نخرجه كده يبقى جاهز على التقديم. خلاص في حته كام حته فانيل مصطفى عشان برضه زي ما دقته بره كان قصدي عشان خاطر ابقى عارفه، فحسيت ان طعمها جميل جدا معاه يعني، حسيت ان هو ماتشنج جدا ان هو خليط مش كده، مش شايفه النار حلو يعني مش اي فاكهه يعني، اختيار الفراوله تقريبا كان له لحمه مفرومه طلعت عامل ان هو ده الصح يعني، تحس ان انت بتاكل الحاجه الصح مش مجرد فاكهه كده محطوطه اللي عايزه ايه. هو كان طعمها حلو جدا معاه. ماشي خلاص، بس اللي صاحبي بتعمله ده عامل زي اللي كلته بالظبط. حطينا كده كل التوستات جنب بعض وهنقلبها، وهوريكوا الشكل النهائي زي ما طلع في اخر الفيديو. بجد وصفة جميلة جدا 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 وبتحبوها قليل جدا، هي حاجة جميلة ولو حطيتي عليها بقى شوكولاتة او كده هتبقى تحفة الصراحة. بس لحد ما اخلص تصوير وبعد كده الكرسي اللي هيقف ده شكله ممكن اعملي كات. وكده خلصنا بالهنا والشفا، وان شاء الله تعجبكم. لو جربتوا الوصفه وعجبتكم اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وبالهنا والشفا.